ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا دي كلها. انا عارفه ان انتوا هتستغربوا ان انا منزله الحلقه النهارده بدري، بس انا منزليها بدري لان هنزل في ميعاد الحلقه دي حلقه تانية زياده، يعني هتكون حكايه مشتركه زي ما قلت لكم قبل كده بيني وبين حكايات كوميديه وحبيبتي حكايات موني. احنا الثلاثه هنعمل حكايه مشتركه، وكل يوم واحده هتنزل حلقه. انا هنزل الاول وبعد حكايه موني وبعد حكايات كوميدية. طبعا انا بتمنى منكم ان انتوا تدخلوا وتدعمونا احنا الثلاثة، الحلقة جميلة جدا. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. اما في القصر كانت قمر لابسة وجاهزة علشان تخرج، وطبعا وهي خارجة شافت ام ياسين وابوه. طبعا ام ياسين مش كانت قبلها وقالت بضيق علشان هي فاكراها بره البيت، ما تعرفش ان هي هنا. ايه ده، هي البت دي لسه بتعمل ايه هنا يا حاج؟ مش سألتكم قلتوا ما هياش هنا؟ اهدي يا ام ياسين، كيف يعني عايزانا نطرد مرات ولدنا واللي في بطنها دي يبقى ابننا؟ دي برضو وصية وامانة من ياسين ولادنا، عايزاها تتبهدل من بعده. ما هي كانت السبب في موته، هي كانت السبب في الخلاف اللي بينه وبين فهد. جايبة الولد بعد ايه؟ بعد ما مات. مش عايزاه، مش عايزاه يا حاج، ولا عايزاه، ومش هطلع من اوضتي طولة ما هي هني. انا طلعت من اوضتي لما قلتلي اني مش هشوفها، بس بدأ هي هبت علينا بوشها ما قمتش هطلع من اوضتي خالص. ومشيت ام ياسين وقمر مصالة الحزن. وساعتها عمي قال لها ايه اللي نزلك يا قمر من اوضتي؟ مش انا منبه عليكي كايلك مش تنزلي من اوضتي لحد بالحاجة تهدى شوية؟ يا عم انا بقالي اكتر من شهر ما نزلتش من اوضتي، والنهارده معاد الدكتور، معاد المتابعه، عايزه اروح اطمن على ابني وابني ياسين، ده الذكرى الوحيده اللي مني. عمي بصلها من فوق لتحت لانه عارف ومتاكد ان هي بتكذب، وقال لها تمام يا قمر روح، وبطمنين عليكي وعلى اللي في بطنك ده، ولد الغاله الله يرحمه. حاضر يا عم. مشيت قمر وفضل ابو ياسين لوحده وهو عمال يقول امتى نخلص من وجع القلب دي؟ انا تعبت يا رب، خلي الهمه دي تروح على خير. المره تعبت وبقت حالتها زفت، وابنها ولا هنيه عمال يجري ورا القضايا، بس دي برضه شغله، هنعمل ايه؟ ربنا يعينك على ادائك يا ياسين يا ولدي. اما عند دي كان قاعد ولابس الفتله اللي فيها الكاميرا وكمان التسجيل، كان قاعد علشان يسجل كل حاجه لانه مش هيعرف يتواصل مع الجماعه اليومين دول، لانه لاحظ ان في مراقبه عاليه عليه جدا، حتى شقته لاحظ ان في حد دخلها. علشان كده اتفق معاهم من على طريق رساله من تليفونه التاني ان هو هيفضل لابس الهدوم اللي فيها المايك والسماعه وهو بيكلمهم في التليفون، وهيعلي الصوت علشان يسمعوا كل حاجه. وهو قاعد لقى تليفون من شادي وقال له شادي ازيك يا زين، غبت يعني بقالك يومين وما بتردش عليا. والله يا بص انا قلقان من الموضوع ده، وبعدين انا مش عاوز اشتغل الشغل ده، يعني حتى لو هيجي من ورا فلوس، ده عمره لا كان قاري ولا كان ابويا علشان انا ادخل فيه. كان زين بيتكلم بتردد في لهجته علشان يحسسه انه متردد، خايف يوافق يخسر، خايف يرفض يخسر. فاتكلم التاني بمكر وقال له اسمعني يا زين كويس، انت شركتك سمعتها زي الفل، في الجمارك ما بيتفتتش وراك انت وياسين قد كده، فعلشان كده يعني شحنة زي دي وتطلعك على وش الدنيا. وبعدين يا عم مالكش دعوة انت بأي حاجة، دي هتروح وتتحط حتى لو اتمسكت الشحنة، انت مالكش علاقة بيها، هنحط اي حد من رجالتي ان هو السبب. قلت ايه؟ تمام، بس بقى كده معلش الأرباح تزيد حبة، لأن أنا اللي بحط شركتي وسمعتي في الأرض، وأنت مينفعش تستلم الحاجة على الجاهز وأرباح تكون أقل منك. أنا اتفقت معاك إن الأرباح هتكون بالنص علشان أنا اللي بوزع وبتعب ومعايا رجالة، بس يا سيدي علشان مش هزعلك ودي أول مرة، الأرباح هتكون أنت 60% وأنا 40%. هاي قلت إيه؟ زين اتصنع انه خايف ومتردد وانا بفكر، بس هنا اتكلم وقال له تمام ماشي، بس انا عايز افهم
لو الشركة بتاعتي اتمسكت انا هخرج منها ازاي؟ ما انا مش ينفع برضو امشي في طريق ممكن نهايته توديني في داهية، لازم اضمن كل حاجه. يا عم قلت لها هبعت راجل من رجالتي يلبس الليله كلها، مالكش دعوه هتطلع منها، هيأثر شويه على الشركه بس هتطلع منها والكل هيعرف ده. اتفقنا؟ اتفقنا خلاص. شوف معايا الشحنه هتيجي امتى علشان اقولك على الصفقه اللي هتيجي لنا في الوقت المناسب علشان تتحط فيها. يلا سلام دلوقتي علشان ورايا شغل. وبعد كده زين قفل وهو عارف ان فيه تسجيلات وكاميرات في المكتب اللي هو فيه، بس هنا اتنهد وضحك وقال والله يا زين لو الموضوع ده نجح تبقى لعبت معاك قوي قوي، يعني كده هتاخد فلوس علشان شحنة تنقص شركاتك وشركات ابوه. هو حرام، بس انت لازم تركز شركات ياسين اللي وقعت بعد قتله بسبب فهد، وبعدين يجي يومك وانتقم منك يا فهد. اما عن شادي كان قاعد مع ابوه اللي هو سراج، وهو قاعد سمعه كل المكالمة اللي بينه وبين زين، وكمان سمعه من لاب صغير الكلام وشكل زين وهو فرحان بالصفقة. وساعتها اللي هو سراج قال تمام، شكله ما يقل الشغل وانت طمعته لما هتديله 60%، بس مش مشكلة كل ده هنشوف ولاقه، بس انا برضو لسه متردد، الصفقة اللي انت هتجيبها دي كبيرة قوي، يعني ممكن شغلنا السنين دي كلها يضيع لو هو طلع بيضحك علينا. وانت بقى يا بيه فاكرني عبيط؟ لا يا سراج، لا يا سيادة اللواء، انا مش عبيط، انا مش عبيط. وبعدين الصفقة اللي انا هدخلها عنده اول مرة دي مش هتكون صفقة اصلا، ده هتكون اي حاجة، علشان لو هو بيعمل كده علشان يوقعنا مفيش حاجة تثبت، وساعتها اقدر اقفله، بس لو ما بيعملش كده وفعلا هيشتغل ساعتها اضمن ان انا ادخل الصفقة الكبيرة والعقار البلد من غير ما حد يحس. دماغك طال عمرها الماس. المهم قولي عملت ايه في الزفتة اللي اسمها شمس، هي الوحيدة اللي ممكن تعرفك ونروح في داهية بسببها. وهنا تليفون شادي رن، وكانت قمر وقالت له ايوه يا شادي انا خارجة من القصر اهو بلا حرق الدم، كل ما الولاية دي شفني تحرق دم اموتها واخلص. المهم انا قدامي ساعة وجيلة. تمام يا قمر، معلش بكرة كله يهون ونخلص يا جميل منه ومحدش عاد يحرق قم دمك. وبعد كده قفل شادي ورن على راجل من رجالته، وساعتها الراجل قال له امر يا شادي باشا. اسمعني يا عرب، قمر خارجة من القصر في خلال ربع ساعة، عايز اكون قاري عليها الفتح، انت سامعني؟ تمام يا باشا، انا واقف مستنيها، وساعة ما تخرج هنصفيها زي ما انت ما قلت 10 دقايق بالكتير وهنقرا عليها الفتحة. ايه ده؟ يعني خلاص قمر هتموت دلوقتي؟ بس انا خايف موتها يشوشر علينا، ما تنساش دي برضو مرات ياسين. ولا شوشرة ولا حاجة، اصلا امه مش طايقاها، يعني لو ماتت هتكون غارت في داهية بالنسبة له. تمام. وقعدوا يتكلموا في الشغل يجي ربع ساعة، وهما بيتكلموا يجالوا تليفون من العربي اللي مأجره يقتل شمس. وساعتها العربي قال له خلاص يا باشا اقرا الفاتحة على قمر قبل تواجه كريم، تتحاسب بقى في الجحيم. تسلم يا عربي، تسلم يا كبير، عارفك من يومك راجل عد عليا علشان تاخد حسابك. قمر خلاص خلصنا منها. بقولك ايه، انا بعمل كل اللي بقوله ولكن انت بتقوله ما بتعملش، بقديلك قد ايه بتدور على سيلة ده كله الفهد مخبيها مش عارف توصل لها. انا بفكر ادور ورا الصقر ورا القصور بتاعته بره، لانه اكيد ممكن الفهد يكون مساعده علشان هو كان اقوى من ياسين، ممكن للاقيها، انا بعمل لك اهو اللي اقدر عليه. انا عايز افهم انت ليه دايما بتقول عليها سيلة، سيلة ماتت دي ماسة. اياك تقول كده، دي سيلة حبيبتي مش ماسة، انت سامع؟ دي سيلة، سيلة وهخليها سيلة. افهم بقى، سيلة ماتت وانت اللي قتلتها هي وجوزها، ازاي هترضى تعيش مع بنتها وانت بتحب امها؟ انا مش كان قصدي اقتل سيلة،
انا كان قصدي اقتله هو، انا بوظت العربيه علشان يموت، بس سيله هي وهو ماتوا، مات وخد سيله حبيبتي معاه، بس سابولي ماسه، ماسه بتاعتي، ومش هسمح لحد ياخدها مني مهما كانت تامه. قال يا شادي، انا بسببك قتلت صاحبي، قتلت ابو الفهد، لما عرف ان انت السبب ورا موت اخته، عرف قبل ما يموت بيوم، وكان رايح يبلغ عنك، وكمان عرف عن شغلنا، كان رايح يبلغ عني وعنك، قتلته، انت السبب ورا ده كله، لو ما كنتش اتسببت في حادثه اخته وجوز اخته وهم رايحين له، ما كانش ده كله حصل. اسمع بقى، انا هقولهولك، انا عندي استعداد احارب الكون كله، المهم سيله تبقى ليا وبتاعتي، انت سمعتني؟ انا مش هترجع عن حقي فيها، انا بحبها وهفضل احبها من وهي زميلتي في كليه الهندسه، بحبها، بس ايجا الوغد وضحك عليها وخليها تتجوزه، بس انا مش سكت له ومش هسكت لاي حد يبعد سيله عني تاني. اما عند الفهد فراح لي ياسين، البيت اللي متخفي فيه، بيت الصقر اللي محدش بيقدر يدخله، وقعد معاه وهم قاعدين سمعوا المكالمه اللي حصلت بين زين وكمان شادي، وهم قاعدين بيفكروا هيعملوا ايه. هنا اتكلم ياسين بشك وقال: هو ابوك ممكن يكون قتلوه علشان عرف شغلهم؟ طب لو عرف، عرف ازاي ودور وراهم ليه؟ مش عارف، بس اللي انا شاكك فيه ان اكيد هو السبب ورا موت ابويا، لانه حاسه ابويا كانت غريبه، حتى الشرطه كانت شاكه فيها، بس هو وقتها بلم القضيه وقفلها ومش خلى حد يدور، انا شاكك فيه ب90% ان هو اللي قتله. المهم سيبك من ده كله، هنعمل ايه علشان موضوع زياد وشادي ده؟ انا متاكد 1000000% ان الشحنه دي اختبار لزين او فخ علشان يشوفوه ولي ليهم ولا هيغدر بيهم، علشان كده حتى لو هي مخدرات حقيقيه انا هخليها تدخل البلد عن طريق زين. بس ازاي هتعمل كده يا ياسين؟ انت فاهم يعني ايه تدخل مخدرات البلد؟ انا مش فاهم حاجه. انا قلت لك قبل كده ومش حابب اعيد كلامي، المخدرات لو دخلت انا هقدر ارصدها، بس تقدر تقولي لو شكوا في زين اول حاجه هيقتلوه، وبعد كده هيشوفوا شركه تانية ويدخلوا العقار، وساعتها هيموتوا الناس، واللي هيمسك الدوله هيكونوا اللي بيموتوا الناس لما الانتخابات على الابواب تيجي، والمنتخبين هم اللي يرفعوا، وكمان شركه ياسين اللي هي شركتي الاساسيه وشركه زين، الناس مش هتسمع كلامه ولا حتى انت. وكان بيكلم ياسين وهو متعصب، واثناء كلامه التليفون رن، وكان المتصل الشخص اللي بيراقب بيت ياسين، واتكلم وقال: ايوه يا صقر باشا، زي ما انت توقعت، حاولوا يقتلوا قمر مرات ياسين، علشان كده ضربوا عليها النار وولعوا في العربيه، بس قبل ما تفرقع طلعنا منها قمر، ودلوقتي وديناها مستشفى الفهد زي ما انت امرت، والحاله مستقره نوعا ما. طبعا الشخص اللي كان بيكلم الصقر ما يعرفش ان هو ياسين، ورد عليه ياسين بكل ثقه وقال له: تمام ماشي، اعلنوا عن وصول جثتها وهي محروقه وميته، واعلنوا عن خبر وفاتها، تمام، وبلغوا ابو ياسين وانا هكلمه علشان يعمل لها عزا. قفل ياسين، وكان الفهد ببص له باستغراب. ياسين بص له واتكلم وقال له: انا عايزك تسمع كل اللي هقوله لك وتنفذه بالحرف، انت فاهم؟ انت. ولحد هنا يا احلى متابعين في الدنيا دي كلها، انتهت حلقتنا. تفتكروا معايا ياسين عايز ايه من الفهد؟ ويا ترى هيحمي قمر؟ طب قمر لما تعرف اللي حصل لها ممكن تعترف على شادي ولا لا؟ طب تفتكروا معايا يا ترى شادي كان بيحب ام ماسة وهو السبب في موتها؟ طب يا ترى ماسة وكمان ياسين والفهد هيعرفوا ده كله ولا لا؟ نستني رايكم في التعليقات، وبتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، اذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.